طبعا الجهاز يا جماعه زي ما احنا شايفينه تحفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زي ما وعدتكم قبل كده يا جماعة إن أنا هعمل فيديو عن المادة اللي أنا بسميها المادة السحرية بتاعتي، اللي أنا بلمع بيها الحاجة وأرجعها لحد المصنع التاني. أنا بستخدم مية، المية الحنفية يا جماعة ده تلت، وأحطها في حاجة زي كده، أوكي 1/3، وبستخدم ده ما هوش بيبسي يا جماعة، ده كيروسين جاز يعني. وبستخدم يا جماعة صابون سائل، صابون مكسال بس ما هوش اللي في السوق اللي هو ابو جنيه وابو 2 جنيه، انا بستخدم صابون سائل مركز. انا بستخدم برضه يا جماعه مضاد للدهون، بس بستخدمه قليل جدا، من بستخدم قليل جدا من اللي هي من اللي هو مضاد للدهون، مضاد الدهون لانه بيشيل الكتابه خلاص. You see this is enough. انا بستخدم برضو يا جماعه اللي هو مزيل البقع، وبرضو بستخدم قليل جدا ماشي من مزيل البقع، اوكي ذاتس انف ذاتس انف اوكي ذاتس اول. بعد كده يا جماعه بعد كده بقلبه كويس جدا، انا بستخدم يا جماعه دلوقتي ده خلاص هو كده جاهز للاستخدام. انا بستخدم بقى نشوف ده حاجه هي تحيه قدامنا هستخدم فيها، اللي هي بستخدم فرش وبستخدم اللي هي قماش. زي ما انتم شايفين هو ما بيشيلش اللي هي الكتابه، لان انا حطيت طبعا قليل جدا من اللي هو مضاد الدهون كومبوننت، طبعا لان هو فيه جاز فعشان كده هو ما بيعملش قفله لو لمس اي حاجه الكترونيه. دلوقتي مفيش داعي يا جماعه ان انتوا تشوفوا التفاصيل، انت عرفتوا عموما الفكره. انا هوريكم اللي هي النتيجه اللي هي الاخيره. دلوقتي بس يا جماعه انا بنشفه بس، وبعد كده هستخدم البلور عشان اشيل اي سائل زياده.
اسوان. بالنسبه يا جماعه اللي هي بقى الحاجات اللي هي الدهون التقيله جدا، ماشي، بستخدم على طول مباشره، بستخدم مضاد للدهون. تقريبا يعني انتهينا. دلوقتي يا جماعه قولوا لي ايه رايكم، مش جميل؟ رجع تاني لحدث المصنع بتاعه. ودلوقتي يا جماعه اسيبكم ان شاء الله مع فيديو جديد وحاجه جديده. يا ريت ما تنسناش في المشاركه والاعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.